باسم من الموصل. باسم من الموصل. ميت هلا هلا باسم. يا لبي. حياك الله. أمال أبراج ولا زحمة عليك؟ إيه. إيه أبراج الديار تفضل. والله هو احنا ابراج بعد شنو احنا ابراج الديار تفضل يا اخوك الواحد واحد 1980 اي شنو سؤالك؟ بس بوجي والمال والمال والرزق اها المال يلا ان شاء الله ان شاء الله اجابك شكرا 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 باسل باسم من الموصل 1/1/1980 وسأل على الجانب المالي لا في انخفاضات أفضل فترة راح تكون عندك في شهر أكتوبر الشهر العاشر وشهر نوفمبر شهر 11